آخر هيئة مستشفى الثورة أطباء استشاريين وأطباء أخصائيين وأطباء عموم وكادر تمريضي وتمريضي ورجال الأمن والعمال في داخل الهيئة. اسمحوا لي باسمكم أن أتقدم بالشكر والامتنان وجزيل الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي دعم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ليمثل افتتاحه وتدشين بدء العمل فيه من يومنا هذا الموافق 16/10/2017 ثمرة لذلك الدعم المستمر والذي لم يتوقف إلى هذه اللحظة. إن هذه اللحظة تعني الكثير لجرحانا ومرضانا الذين يحتاجون لعناية ورعاية طبية لا سيما الجراحية منها، وإننا لنحتفل بهذا الإنجاز الكبير الذي يمثل بتدشين العمل في هذا المركز المتخصص بجراحة العظام في الدور الأول والجراحة العامة في الدور الثاني والتشوهات الخلقية وتدشين بدء العمل في المركز الجراحي، ونحن نعلن التزامنا كأطباء وكتمريض بالتزامنا الإنساني والمهني تجاه معالجة الجرحى والمرضى للمدينة الحالية مدينة تعز التي عانت كثيرا من الظلم والقهر والحصار. الأخوة الأطباء والممرضين والفنيين والمساعدين في المركز، لا يسعني إلا أن أحثكم على العمل المسؤول والمخلص والمستمر إنجاحا للخدمة الطبية هذه المهمة الإنسانية الجليلة والتي أنتم عمادها وأساسها، وأسأل الله لكم التوفيق. وأخيرا أجدد الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي دعم تجهيز المركز، كما أتقدم بخالص الشكر للدولة الأخ رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لرعايته ودعمه لتشغيل المركز، كما أتقدم بالشكر للأخ الزميل الأستاذ الدكتور وزير الأستاذ ناصر محسن باعوم وزير الصحة العامة، وأتقدم أيضا بالشكر للأخ مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي الذي لم يألو جهدا وعمل جاهدا لإنجاح مركز العظام وعمل جاهدا للدعم عن طريق وزارة الصحة وعن طريق رئاسة الوزراء. العمليات الإسعافية ستظل في عمليات الحروق والتي سيتم استقبالها من قسم الإسعاف، وفورا يستدعى الطبيب وتجرى العملية الإسعافية في قسم الحروق. بعد كذا لو تحتاج العملية إلى عملية ثانية أو تدخل ثاني أو تدخل ثالث سيتم نقل المريض من قسم أطباء بلا حدود السابقا اللي كان يستقبل العمليات الإسعافية ويقوم بتحويل الحالات إلى المركز، ونحن سوف نقوم بتكملة العمل الجراحي إذا كان المريض تحتاج إلى إجراء عملية ثانية أو ثالثة. هذا باختصار. العملية المبرمجة للجيش للمقاومة للمدنيين. العمل بالنسبة للرسوم حق العمليات ما فيش رسوم، كله مجاني بالنسبة للمقاومة وللجيش. أما واحد ضرب واحد بالشارع صدمه بسيارة قتله ضربه بالرجل كسر له، لا لازم يدفع رسوم. نعم الحمد لله اليوم تم افتتاح مركز جراحة العظام والمركز الجراحي لإتمام النشاط الجراحي السابق الذي قد كنا بدأنا به وقمنا به منذ بداية سبتمبر عام 2015 ميلادية، واستمرنا لهذا النشاط الجراحي. وبعد الحصول على المعونات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعم رئاسة الوزراء في المبالغ التشغيلية المتواضعة والجيدة نعتبرها في هذه الظروف، سيتم استكمال العمل الجراحي لتقديم الخدمات الجراحية لمختلف المرضى سواء من إصابة جرح الحرب أو المرضى المدنيين أو التشوهات الخلقية وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى المعونة والخدمات الطبية داخل المستشفى. المخطط أو المبرمج إجراء ما لا يقل عن 200 عملية جراحية شهريا، وإن شاء الله نصل إلى نشاط أكبر من ذلك. طبعا هذا كل العمل بيكون العمليات المبرمجة أو ما تسمى بالعمليات الباردة. أما العمليات الإسعافية فهي ستستمر وستمشي في قسم في أقسام الجراحة الإسعافية، هذا لا يدخل عدد 200 عملية جراحية ضمن العمليات الإسعافية. البرمجة هي العمليات التي تحتاج إلى تدخل جراحي ولكن لا تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، أي أنها حالات تسمى اختيارية، يعني يمكن إجراءها اليوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو حتى أحيانا بعد شهر أو أكثر. الحرب صنعت
أكيد حسب الإحصائيات المعروفة حتى الآن أكثر من 17,000 قريح داخل مدينة تعز، هذه أعداد كبيرة جدا، وبالتالي تركت مخلفات كثيرة منها الإعاقات وبالذات الإعاقات الحركية والإعاقات العصبية، وهذه كل الحالات تحتاج إلى مراكز متخصصة في جراحة العظام والمفاصل وفي جراحة العصبية. نتمنى من هذا المركز أن يقدم الكثير من هذه الخدمات، ونتمنى أيضا الحصول على دعم مزيد من الدعم كي نستطيع أن نقلب تخصصات أكثر في الجراحة العصبية والأجهزة المتخصصة لذلك، ونقدم الخدمات اللازمة في هذا الإطار. دكتور عبد الباسط سلام، المدير الفني، رئيس مركز الجراحي ومركز جراحة. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.